أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف قامت بتحديد ورصد مخازن أرضية لصواريخ أرض أرض تابعة للميليشيات الحوثية وتدميرها. من نتائج الجهد الاستخباري المكثف على مدار 24 ساعة وبالقرب من المنطقة التي تم إطلاق الصاروخ منها، قامت قوات التحالف وبمتابعة مستمرة من تحديد بعض المناطق والتي تخزن فيها الأسلحة البالستية وكذلك صواريخ أرض أرض كما تشاهدون في الصورة في يمين العرض بطول 42 متر في تقريبا 7 متر، وهو مخزن تحت الأرض وهذا المدخل، وهناك آثار حديثة مما تدل على أن الموقع نشط. في الصورة على اليسار تلاحظون صورة جانبية للمدخل يتم تغطيته ودخول الآليات إلى داخل الكهف. فيما يخص إجمالي خسائر الميليشيا الحوثية الإيرانية خلال الفترة بلغت 412 موقع فيما متنوعة ما يخص الأسلحة والمعدات وكذلك المواقع التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف المشتركة. وأكد العقيد المالكي أن قوات التحالف ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية والطبية للمواطنين اليمنيين المتضررين من ممارسات الميليشيات الحوثية. سيستمر التحالف بإذن الله تعالى في تقديم كل الجهود واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة فيما يخص المواد الغذائية والطبية وتقديمها للشعب اليمني في جميع المناطق. كما تشاهدون المختصين يعاينون بعض الحالات في جزيرة ميول لأطفال يتم الكشف عليهم. هذا الجهد الإنساني من قوات التحالف مقدم من القوات البحرية للتحالف. كما تلاحظون هذه بعض الألغام التي تم نزعها من جزيرة ميون للحفاظ على سلامة المدنيين وبعض المتضررين من الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية المسلحة. أكد نائب الرئيس اليمني